رمضانكم كريم مع سالم شاهين يا حلوين، رمضان أكيد مختلف مع فوازيرنا الجامدين. جايين النهاردة نحكي في فزورتنا ونكسب أكيد فزورة واحدة نشغل فن تبع وجبتنا تعلنها بصوت عالي. فزورة اتنين معكم نستناها كل نهار والليلة، فزورة تلاتة نعرف نخلصها في لحظة واحدة. رمضان أكيد مختلف مع فوازيرنا الجامدين، جايين نكسب ونفرح فرح رمضان ليالي متميزة، جماعة واحدة في مجتمع شدتها كلنا متعيش. رمضان هنا هنا شي ساحل، رمضان هنا هنا شي ساحل. السلام عليكم يا شباب، موضوعنا اليوم عن غزوة الطائف. من منكم لديه بعض المعلومات عن هذه الغزوة؟ نعم لدي. بعد نصر المؤمنين في غزوة حنين اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لفتحها، وكان بمقدمة الجيش خالد بن الوليد للمحاصرة. استمر الحصار قرابة 40 يوما، وتخللها العديد من المناوشات بين المسلمين والمشركين. أجل، وفي وقت الحصار عشرات الرجال من أهل الطائف آمنوا وأسلموا، لكن لما طال الحصار وأصيب عدد من المسلمين قرر الرسول رفع الحصار والرحيل. وقال البعض أن بعض الصحابة أتوا للنبي وقالوا يا نبي الله ادع الله على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وآت بهم. فهكذا عاد المسلمون من غزوة الطائف منتصرين حتى وإن لم يفتحوا الحصن، ولكن انتصروا بإيمانهم وثباتهم وصبرهم، إضافة لإسلام بعض من أهل الطائف. أحسنتم، لكن لدي سؤال، هل أحد منكم يعرف لماذا سميت بهذا الاسم؟ أصلها أن جبريل عليه السلام اقترع الجنة التي كانت لأصحاب الصريم وسار بها إلى مكة وطاف بها حول البيت ثم أنزلها حيث الطائف فسمي الموضع بها. هذا رائع، أحسنتم حقا. والآن أريد أن أعرف من زميلتنا إيلة، ما الاستفادة من هذه الغزوة؟ سرعة استجابة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرورة التشاور وقت المحن والشدائد، والتشاور بين الآخرين. سأضيف أن نستفيد من أحداث الغزوة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالآخرين ولو لم يكونوا مسلمين، لأن مهمته تتمثل في هداية الآخرين وليس النيل منهم. أجل، ففيه دعوته صلى الله عليه وسلم لأهل ثقيف فدعا لهم وليس عليهم. أحسنتم جوابا، والآن سأطرح عليكم سؤالا لتأتوا بإجابته في المرة القادمة. سؤال إيلة، لماذا لم يدع النبي على أهل الطائف؟ وأنت يا مالك، سؤالك هو بما أمر نبي الله الطفيل ابن عمرو.